انا بشوفه اجل بيجيبه سلام ومحبه، اجل بيجيبه سلام محبه. انينا بيحب بعضنا وانينا ما نذكر حاجه الفات، يعني ده اجل سهل بيجيبه سلام في البلد بتاعنا. لازم الناس يرجع في بواد الاول، ناس ينسى برنامج الحاصل. طبعا في حاجات بعاصل زي ده، ناس يعمل اشي مشنو افيا مع بعضهم، يصلي لله سنجيب لنا بركات، يجيبوا سلام تاني في بلد بتاعنا.